هو احنا قدام نوعين من الرؤساء، رئيس زي الطاغي اللي فات وهو اي كلمه حلوه اخترناك والاغنيتين والكلام ده كانت بتنفخ الدنيا وبتحسسه ان هو الاوحد، ولذلك انفرد بالقرار وودنا كلنا في داهيه. وبين رئيس زي ما انا قلت لك من الاصل ما بيحبش، هو ما بيحبش البروموجاندا دي اصلا، مش داخل في دماغه، زي ما قال في كلماته للجاليه، قال ان انا عارف طريقي كويس ورايح له وهفضل ماشي فيه لغايه ما اشتغل، لغايه ما احقق ما يريده الشعب. نحن امام رئيس لا هينفع معاه ان انا انفخه، ولا هينفع معاه ان وبعد كده احنا اللي عندنا، وبالذات بتاعت الاسلاميين فاهمين كويس الحته دي، ان احنا ما عندناش حد مؤلى، كل واحد يؤخذ ويرد منه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده مبدانا، ما فيش حد عندنا. محمد مرسي الرجل ليس بأخطاء يا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا قلت لك ايه ساعتها؟ ما هو انا قلت انا ضد الكلام ده، لكن خليني اقول ان الرئيس اللي عندنا الحالي رئيس مش بتاع كده، فاللي يقول يقول واللي يتكلم يتكلم. بس انا كمان عاوز اقول نقطه مهمه للغايه، لا هو الكتاب ذكر فيه حاجات لابد ان نعترف بيها، زي مثلا ان الرئيس هو انهى حكم العسكر في مصر او الحقبه العسكريه في مصر، هذا امر محترم. وقيادات الجيش اللي شايفها دلوقتي من اعظم قيادات العالم اللي شغاله دلوقتي، حاسه ان هي فعلا بقى دورها مدني ودورها الانتخابات نفسها أكمل. هي اللي كانت نهايه للحكم العسكري يا استاذ. لا لا, لا لا خلي بالك، احنا كان عندنا سلطه براسين، خلينا واضحين، واضح جدا، وانتم عارفين كويس جدا ساعه الصوره كانت واضحه ان كان في رصين في النظام، واستطاع بفضل الله محمد مرسي دخل في منافسه مع مدنيين. لا يا سيدتي، لا يا سيدتي، احنا خلينا واضحين، اللي عاوز يلغي الكلام ده براحته، اللي عاوز يغمض عينيه يغمضها براحته، ترجع له، لكن خلينا اقول لا، هو انهى حقبه العسكر. يا استاذ هاني، الثوره المصريه هي اللي انهت الحقبه. طبعا طبعا، يعني هو السند هي محمد اللي مرسي يعني محمد مرسي كان سنده مين؟ الثوره المصريه، لانه عارف انه وراه يعني صوار، ولذلك كل الحركات المحترمه طلعت شكرت محمد طالما مرسي. انت بتقول ايضا هذا من هذا الكلام، معلش لازم انا ارد على هذا الكلام، لانه معلش اولا اكمل بس نقطه صغيره جدا. ولذلك انا بقول ان الجيش المصري المحترم القوي وعلى راسه السيد الفريق السيسي، ارى انهم بالفعل بداوا يشتغلوا بحرفيه، وناس على راسنا وبتحمي مصر ببجد بدون اي طمع في السياسه. ده محناش، وده هو ده طبيعه الجيش المصري عليه. ده طبيعه لكن الجيش انا المصري. هقف تاني عند مقوله انه لما الرئيس اقال المشير طنطاوي الفريق سامعنا انه انا حكم العسكر، الحقيقه وده كلام لازم حقبه العسكريين في مصر الذي انا هذه الحقبه انتهت من بدري. من امتى؟ نعم، من امتى؟ لا من قبل مرسي. هو مبارك مش محسوب على 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 الجيش ولا كان مبارك؟ ده ما حدش قرا في المؤسسه العسكريه قد طبعا طبعا الله. وانا معاك في كده، بس كان محسوب ولا مش عمله محسوب؟ هو عمل كان إيه؟ هو كان مدني، هو عمل ايه في ابو غزال؟ طبعا انا معاك في كده. الله. ده قرف ده العسكريين اظن لولا ان احنا عاملين هو كان ايه يعني؟ كان دكتور ولا مهندس؟ يا استاذ هاني، احنا عاملين ايشو ضخم جدا من عزل المشير طنطاوي. هل المشير طنطاوي كان اقوى من المشير عبد الحكيم عامر؟ لا. هل المشير طنطاوي كان اقوى من المشير محمد عبد الغني الجمسي اللي عزلوا السادات في ثانيه؟ لا. هل المشير طنطاوي كان 1% من محمد عبد الحليم ابو غزاله اللي السادات اللي مبارك عزله في ثانيه؟ خلينا لا لا معلش لا بص بص بص. انا يعجبني المشاهد التاريخيه اللي بتجيبها. جميل قوي. طيب لكن انا بقول لك ان محمد مرسي اختزل التجربه التركيه اللي تعتمد في 8 سنوات في سنه. لا يجوز. لا بعد بين مصر وتركيا غير لا 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 يا أكمل 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 بص بص يا سيدي بتركيا بص يا سيدي بص الجيش المصري معروف كويس جدا إن الجيش كان حاجة بعد إذنك. لا 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 أنا شايف أن الرئيس مرسي نجح بجدارة في عودة احترافية الجيش برغبة الجيش نفسه إلى دوره الاحترافي في حماية الحدود. هذا يحسب لمحمد مرسي الرئيس الآن، الرئيس الأعلى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.